أبنائي وأخواتي وأهالي ضحايا النظام المقبور، طاب يومكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير. أبارك لكم الذكرى 17 لإعدام طاغية العصر، لإعدام هدام. ذلك اليوم الذي مسحت فيه دموع الثكالى وابتسمت فيه الأيتام والأرامل. ذلك اليوم الذي لم ولن ينسى، يوم القصاص العادل. أرحب بكم مرة ثانية، وأرحب بالسيد عبد الإله النائلي رئيس مؤسسة الشهداء، وبالسادة الحضور الأكارم. عذرا لأنني السادة الحضور الأكارم رحبت بعوائل الضحايا وأبنائي وأهالي الشهداء، لأنهم أحق من الجميع بالتهنئة في هذه المناسبة الكريمة. تحت شعار إرهاب الطغاة لم ولن يكسر إرادة وتفوق المضحين، تقيم مؤسسة الشهداء حفلاً تحتفي به بتخرج ونيل نخبة من أبناء الشهداء درجة الماجستير في الذكرى 17 لإعدام الطاغية هدام. خير ما نفتتح به حفلنا الكريم أحبتي تلاوة آية من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ الدولي الشيخ موسى الرديني، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى
وفيما يكون في العربية التحكيمية العربية الشريط قاسم لأنه تشهد ذلك ولا تأهل من خارج الشريط. سأل عن مجرد الناغة الأمريكية العربية الزيئة المسؤول لضغط الدولة الناشئة وعلى ذلك الزيادات العراقيين التي يكون حبه بحقها. يطبع بشباب إلى هذا الحق الزيادة الشراط المدد والأخرى يواصل حملات القطع المعارضين بالتأكيد. وفي المتصدين كان سيد الشهيد محمد وكيل صقر الذي مثل شركه في اعتقادها رغم الاقامه الجويه التي استمرت زمن ثلاثه اشهر وبالتالي عند الزمن وبعد ثلاثه ايام من الاعتقال والتعقيب الشهيد كان يعتمد سيد الصدر معروفه على اعتقادها بالكتب ردا على اعدام الطاغيه السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى على روحه. قعدنا بقاع قاع قوام قالوا وقع قنطر. انظلم نظلم ظلم بالضاد. اظلم من ظلم كل شر صبرنا وصار. صار الصار صع الصدام صاد الصدر والصدر. نعم استطاع ان يثبت اركان حكمه بعد ان اعدم السيد الشهيد محمد باقر الصدر. الكلمه الان للأستاذ عبد الإله النائلي رئيس مؤسسة الشهداء فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. الحضور الكريم ذوي الشهداء المحترمون الطلبة الأعزاء من ذوي الشهداء الأخت رئيسة لجنة المرأة في مجلس النواب منير الشمري السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم كتابه العزيز ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نستذكر هذا اليوم يوم 29/12 من عام 2006 ذلك اليوم التاريخي الكبير الذي وقع فيه على إعدام الطاغية صدام المجرم. وكان هذا اليوم بصراحة من أجمل الأيام ومن أسعد الأيام على أبناء الشعب العراقي بشكل عام وعلى ذوي الشهداء والسجناء والضحايا والمظلومين في ظل حكم حزب البعث المجرم. أيام قاسية ومظلمة عاشها أبناء الشعب العراقي على مدى 35 سنة حكم فيها البعث بالنار والحديد على شعب لم يكن له ذنب وعلى طائفة خصوصاً الطائفة الشيعية لم يكن لها ذنب إلا أنها موالية لأهل البيت. بدأت سلطة البعث بقمع الشعب العراقي ابتداء من بداية السبعينات عندما أقدم على إعدام قبضة الهدى الشيخ عارف البصري وصحبه الأبرار، وقبلها بسنتين أعدم الشهيد عبد الصاحب تخيم، هذا الشهيد الذي أذيب جسده في التيزاب لا لشيء إلا لأنه داعية إسلامي كان يهدف إلى نشر الإسلام. وفي عام 1977 قمعت انتفاضة صفر، وبعدها بسنتين قمعت انتفاضة رجب، وفي عام 1980 أقدم البعث وصدام على ارتكاب الجريمة الكبرى بإعدام الشهيد السيد محمد باقر الصدر، هذا المفكر الكبير الفيلسوف العظيم الذي شهدت بعلميته الكثير من الدول والكثير من المفكرين. العراق بدل ما أن يكرم علماء يكرم مفكرين يأتي صدام المجرم ليعدم هذا الشهيد الكبير، وثلة كبيرة من الشهداء ابتدأت بعد الشهيد الصدر، قتل علماء والشهداء من آل الحكيم و
آل شبر وآل مبرقع وكثير من العوائل العراقية، منهم من أعدم ومنهم من سجن. أحسنت. في نهاية التسعينات أيضاً أقدم النظام على إعدام المرجع العراقي الكبير السيد محمد صادق الصدر ونجليه. هذه جرائم كبرى يجب أن لا ينساها أبناء الشعب العراقي. الحوادث أيضاً كثيرة، قمع الانتفاضة الشعبانية، التهجير القسري للكرد الفيليين والعلماء والمفكرين، إما قتل وإما سجن وإما تهجير، هذه السلوكيات التي انتهجها صدام والبعث. الأنفال وحلبجه، هذه جرائم كبيرة يجب أن لا ينساها أبناء الشعب العراقي. وفعلا بعد 2003 ألفت كتب ومناهج كثيرة وكبيرة من أجل توثيق هذه الجرائم، ونحن في مؤسسة الشهداء لدينا حرص كبير جدا على توثيق هذه الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في زمن نظام البائد. لا يسعنا في هذا اليوم إلا أن نقدم باسم ذوي الشهداء، باسم مؤسسة الشهداء، نقدم الشكر الجزيل لصاحب التوقيع الخالد دولة رئيس الوزراء الأسبق السيد نور المالكي، الشكر أيضاً للقضاة الأبطال الذين حاكموا المجرم صدام وبعض أزلام النظام المجرم، كانوا قضاة بصراحة شجعان في تلك المرحلة الحرجة، خصوصاً المرحوم القاضي محمد العريب. اليوم نحن في مؤسسة الشهداء نرعى شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي، وهي شريحة ذوي الشهداء من النظام البائد وذوي الشهداء من شهداء الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية، وكذلك شهداء العمليات الإرهابية العسكرية والعمليات الحربية. هذه الشريحة اليوم أصبحت شريحة كبيرة جداً بفعل العمليات الإرهابية التي ارتكبت بعد 9/4/2003. وعندما نقول بأن العدد الآن للشهداء من مختلف شرائح الشهداء قد يصل إلى أكثر من 400,000، هذا عدد كبير بصراحة. يجب على الدولة بشكل عام أن تولي مؤسسة الشهداء اهتمام كبير، الحكومة ومؤسساتها ووزاراتها ودوائرها الخدمية، يجب أن تولي مؤسسة الشهداء اهتمام كبير وأن تتعاون مع مؤسسة الشهداء من أجل إيصال الحقوق المادية والمعنوية لذوي الشهداء. ولكن بصراحة نقول بأنه يوجد تقصير كبير، ودائما نذكر هذا الشيء، وعندما نقول هناك تقصير نحن لا نجامل على حساب حقوق ذوي الشهداء. يوجد تقصير كبير في ملف الأراضي السكنية لذوي الشهداء، في ملف الوحدات السكنية، في التخصيصات المالية المرصودة لمؤسسة الشهداء. في تلك الفترة السابقة بحجة الأزمة المالية أوقفت موازنة مؤسسة الشهداء تماماً، مع أنه يوجد التزامات مادية لذوي الشهداء موجودة في القانون، وهذه الأمور التي ثبتت في القانون هي حقوق واجبة الدفع على الدولة، تبقى مطلوبة بها لو حتى لو بعد 200 سنة. حقوق واجبة الدفع على الدولة يجب أن تؤديها إلى ذوي الشهداء، مثل البدل النقدي مثلاً، المنحة العقارية، الرواتب المتراكمة للشهداء، الموظفين وغير الموظفين، التي بحمد الله بعد أن تأخرت رواتب الشهداء غير الموظفين لسنوات، أكثر من 7 سنوات، بحمد الله استطاعت المؤسسة أن تثبت هذا الحق في موازنة هذه السنة، وبدأنا بصرف التعويضات المالية للشهداء، الرواتب المتراكمة للشهداء غير الموظفين. الأراضي والمحافظين، يوجد تقصير كبير
من أغلب المحافظات في ملف الأراضي. مع الأسف الأراضي ما نملكها إحنا كمؤسسة شهداء حتى ننطيها العوائل الشهداء. الأراضي موجودة بالمحافظات، ورئيس اللجنة العليا في المحافظة لتوزيع الأراضي هو المحافظ، ولكن نجد أن هناك تقصير كبير من قبل أغلب المحافظين بحق مع عوائل الشهداء بخصوص قطع الأراضي مع الأسف. وعرضنا هذا الموضوع على دولة رئيس الوزراء، وبحضور المحافظين تحدثنا وشخصنا من هي المحافظات المقصرة في هذا الموضوع، ورئيس الوزراء الحالي السيد محمد الشاع السوداني وجه المحافظين في تلك الجلسة بأن يتم توزيع الأراضي بشكل سريع على عوائل الشهداء، وكذلك تخصيص مساحات من الأراضي في المحافظات لبناء مجمعات سكنية. مجمعات سكنية مؤسسة الشهداء تقومها، الأراضي ما قاعد تتوفر. لدينا الهمة الكبيرة في بناء المجمعات السكنية، وخصوصاً في بغداد، لأن بغداد لا يوجد فيها أراضي، خصوصاً في مركز محافظة بغداد لا يوجد أراضي تتناسب مع تضحيات ذوي الشهداء. نحن لا نريد أن توزع أراضي مثلاً في أطراف بغداد، عندما نسأل عن قيمة تلك الأرض يقولون لا تساوي 5 ملايين. هاي عيب، تعطى إلى عائلة الشهيد ضحى بنفسه من أجل البلد. المحافظين شوية أو المسؤولين عن توزيع الأراضي خل شوية يخجلون، خل يخجلون من قضية توزيع الأراضي البائسة الغير مناسبة لعوائل الشهداء. ونأمل إن شاء الله خير إن شاء الله من خلال مجالس المحافظات المنتخبة حالياً، نأمل أفق جديد وبداية عمل جديد مع مجالس المحافظات ومع المحافظين القادمين إن شاء الله، من أجل إيفاء هذا الحق والالتزام به من قبل المحافظين بخصوص عوائل الشهداء. نحن مستمرين بمتابعة جميع الحقوق المثبتة بالقوانين النافذة، ابتداءً من الراتب التقاعدي وقطعة الأرض والمنح العقارية والبدل النقدي، وكذلك نقل الخدمات الخاصة بذوي الشهداء تابعين مع الوزارات. وفي هذه السنة بحمد الله ثبتت في قانون الموازنة وألزمت الوزارات على نقل ذوي الشهداء. صحيح أنه يوجد مماطلة من قبل بعض الوزارات، ولكن بشكل عام هذا الحق ثبت لذوي الشهداء ولمدة 3 سنوات، لأنه الموازنة أقرت لمدة 3 سنوات 23 و24 و25، فهذا الحق مثبت لمدة 3 سنوات. يستطيع ذوي الشهداء الانتقال من وزارة إلى وزارة. صحيح بعض الوزارات عليها زخم كبير جدا، ولذلك نعمل الآن على تشكيل لجان من أجل تحديد الاختصاصات المطلوبة من قبلهم، وبعد ذلك تبدأ عملية النقل. هذا اليوم المؤتمر التكريمي لطلبة الماجستير أو الحاصلين على شهادة الماجستير. هذا أيضا أحد الأمور المعنوية التي تهتم بها مؤسسة الشهداء لتكريم الطلبة الناجحين. كرمنا قبل أيام الطلبة الناجحين من السادس الإعدادي وبمعدلات التفوق 95% فما فوق، وبحمد الله أعداد كبيرة جدا من مختلف الشرائح. وأيضا كرمنا طلبة الدكتوراه في كل المحافظات، وأيضا نكرم طلبة الماجستير وأعدادهم ما شاء الله أعداد كبيرة جدا، قد يصل عددهم إلى أكثر من 1500. عندما نكرم الطلبة من ذوي الشهداء، مؤسسة الشهداء معناها تكرم الشهيد نفسه. والشهيد عندما ذهب وضحى من أجل البلد، لابد على الدولة ومؤسساتها والحكومة أن ترعى ذوي الشهداء. واليوم ذوي الشهداء عندما يتفوقون وعندما يحصلون على شهادة الماجستير والدكتوراه، بصراحة هذا مفخرة للعراق، بأنه أبناء الشهداء يتفوقون ويدرسون ويتأهلون للحصول على مراتب عليا في الماجستير والدكتوراه، وأيضا حتى بالدراسات الأولى. هذا شيء تفتخر به مؤسسة الشهداء، ولذلك لجأنا إلى مسألة تكريم هذا التكريم المعنوي البسيط، من أجل أن نجمع ذوي الشهداء بمختلف شرائحهم
شريحة شهداء جرائم البعث، وشريحة شهداء الحشد الشعبي، وشريحة شهداء الإرهاب والأجهزة الأمنية. كل واحد اليوم من هذه الشرائح مؤسسة الشهداء تكرمهم بهذا التكريم المعنوي البسيط. أيضاً عندنا آفاق لتفعيل الرعاية الصحية والاجتماعية لذوي الشهداء، ومع الأسف سابقاً كان العائق هو التخصيصات المالية. إن شاء الله بدأنا رويداً بتفعيل هذا الحق والاتفاق مع مستشفيات في داخل العراق وخارج العراق من أجل علاج ذوي الشهداء، وخصوصاً الحالات التي لا يوجد فيها علاج في العراق. أيضاً ثبتت في القانون، قانون مؤسسة الشهداء، مادة تهدف إلى تجريم البعث، مادة اسمها منهاج جرائم حزب البعث وإلزام وزارتي التعليم العالي والتربية بإقرار هذا المنهاج. وزارة التعليم العالي في هذه السنة أقرت هذا المنهاج وتم إعمامه على جميع الجامعات العراقية الحكومية والأهلية، وبدأت الجامعات فعلاً بتدريسه، وهذا إنجاز كبير بصراحة. وإن تأخر، يعني صدام سقط بال 2003، بعد سقط بال 2003، إحنا نجرب البعث في المناهج الدراسية بال 2023 سنة، مرحلة متأخرة بصراحة، ولكن ثبتت. وطبعاً هاي المادة ثبتت في قانون مؤسسة الشهداء في عام 2016، يعني 7 سنوات، مادة قانونية مثبتة بالقانون تماطل وزارتي التعليم العالي والتربية في تلك الفترة بعدم إقرارها، ولكن بحمد الله ثبتت في هاي السنة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والآن تم اللقاء قبل أيام مع وزير التربية، وإن شاء الله تعمل الآن لجان مشتركة من المؤسسة ووزارة التربية من أجل إقرار منهاج جرائم حزب البعث في وزارة التربية، يعني في المدارس الثانوية والمتوسطة. إحنا أيضاً من خلال هذا الاجتماع مع الطلبة من ذوي الشهداء ندعوهم إلى التمسك بقضية الشهيد وعدم التفريط بهذه القضية المقدسة. قضية الشهيد قضية مقدسة، وقد لا يكون قد يكون لا يوجد بلد قدم شهداء أكثر من العراق. إحنا توقعنا بصراحة بأنه يتوقف نزيف الدم في عام 2003، عندما خلصنا من صدام توقعنا بأنه بعد ماكو دم ولا أكو إعدامات ولا أكو مقابر جماعية، ولكن مع الأسف عصابات داعش والإرهاب هجمت على العراق وبدأ مسلسل وفصل جديد من المقابر الجماعية الجديدة والإعدامات الجماعية من قبل عصابات داعش والقاعدة، وكانت هجمة شرسة جداً حاولت إسقاط التجربة الجديدة التي بدأت بعد سقوط النظام. ولكن بفعل فتوى المرجعية الدينية الكبيرة التي أطلقها السيد السيستاني حفظه الله، وأيضاً بطولة وصمود أبناء العراق في الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية، تصدى أبناء العراق إلى هذه المجاميع، وبحمد الله اليوم العراق خالي من الإرهاب وخالي من الجرائم. هذه القضايا يجب أن يتبناها ذوي الشهداء. مؤسسة الشهداء متبنيتها إعلامياً وثقافياً، ولكن نأمل بأنه كل طالب من ذوي الشهداء يحمل قضية الشهداء يعني في عقيدته وفي مبدأه من أجل نشرها في المجتمع. اليوم إذا انتشرت ثقافة الشهيد والشهادة في المجتمع، فبصراحة المجتمع يبدأ إن شاء الله بالتعافي ويقدس قضية الشهيد، وإن شاء الله سبحانه عز وجل نحاول أن نؤدي هذه المسؤولية الكبيرة التي ألقيت على عواتقنا بخدمة عوائل شهدائنا الكرام.
شكرا جزيلا لحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الشهداء اليوم تحتفي بالذكرى السنوية لإعدام الطاغية صدام المجرم. هذا المجرم الذي أذاق العراقيين الويلات والمصائب على مدى 35 سنة، أعدم في عام 2006 بمحاكمة عادلة من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة. ونحن بصراحة في مؤسسة الشهداء وذوي الشهداء نخلد هذا اليوم الكبير الذي تم فيه القصاص الإلهي من الطاغية المجرم صدام. واليوم استذكرنا مع عوائل الشهداء جميع الجرائم التي ارتكبت من قبل ذلك النظام البحثي المجرم، ابتداء من قتل العلماء، ابتداء من قتل الشهيد الصدر، وكذلك الانتفاضة الشعبانية، التهجير القسري، الأنفال، حلبجة، جميع هذه الجرائم. مؤسسة الشهداء تحاول توثيقها في كتب ومؤلفات بالتعاون مع الجهات الرسمية الحكومية من أجل توثيقها كانتهاكات، ونعمل وفق قانون مؤسسة الشهداء الذي أقر بأن هذه الجرائم هي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي يجب أن يتم عكسها على المجتمع الدولي من أجل أن يجرم البعث دولياً. وعندما نوثق هذه الجرائم بصراحة لا نريد للبعث ولا نريد للظلم أن يعود على أبناء الشعب العراقي، وخصوصاً الهجمة الداعشية والإرهابية التي ارتكبتها العصابات بعد 2003 كانت هجمة كبيرة، تصدت لها المرجعية، تصدى لها أبناء الشعب العراقي، الحشد الشعبي، القوات الأمنية، وبحمد الله اندحرت هذه المجاميع الداعشية والإرهابية. ونحمد الله على شكره وعلى نعمه أنه اليوم العراق خالي من الإرهاب، لا يوجد فيه مفقات ولا يوجد فيه مجاميع إرهابية. هذا بفعل السواعد المؤمنة المخلصة من أبناء الشعب العراقي التي جابهت الإرهاب وجابهت القرون بشكل عام. شكرا لكم، جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرنا اليوم لمشاركة مؤسسة الشهداء لمؤسسة الشهداء بهذه الاحتفالية الكبيرة، وهي تكريم ذوي الشهداء الذي الشهيد اليوم الذي ضحى بأعز ما يملك وهو روحه لكي يعيش أو لكي تعيش ابنته وابنه بكرامة، لكي تعيش أمه بكرامة، أباه بكرامة. هذا التكريم اليوم هو جزء بسيط أمام ما قدمه الشهيد وهو روحه الطيبة الطاهرة التي صعدت إلى السماء. مؤسسة الشهداء هي تتواصل مع جميع الشهداء بدون تمييز، فهناك ليس فقط شهداء النظام السابق وإنما شهداء الحشد الشعبي الأبطال، هذه التضحية الذين ضحوا بها من أجل أن يكونوا هم نوراً دائم لإنارة العراق الكبير. النائب دنيا شمري، رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أبارك لمؤسسة الشهداء وأبارك لذوي الشهداء ولأبناء الحشد الشعبي من شهداء الحشد الشعبي وضحايا الإرهاب والمؤسسات والأجهزة الأمنية. هذا اليوم هو يوم إعدام الطاغية حقيقة، يوم نحتفي به جميعا. تواصل مؤسسة الشهداء مع هذه العوائل ووصولها إلى درجة أنها تكرم المبدعين والمتفوقين من أبناء الشهداء وأبناء الضحايا دليل على أنها فعلا تعمل بأبوية مع هؤلاء، مع هذه الفئة التي من المفروض أن تكون هي الفئة الأولى في المجتمع، مقدمة علينا جميعا نحن كإعلاميين وكسياسيين وكمجتمع وإلى آخره، لأنهم ضحوا بما لا يمكن أن يضحى به بسهولة. أعطوا الدم، رووا هذه الأرض، استطاعوا من خلال شهادتهم أن يثبتوا للعالم أجمع بأنهم فعلا أبناء لهذا البلد، وبالتالي فإن أبنائهم وأمهاتهم وأخواتهم وجميع من لهم صلة بهم عفوا هؤلاء يجب أن يقدموا علينا في كل محفل وفي كل مكان. ومبارك لمؤسسة الشهداء هذا اليوم، ومبارك لذوي الشهداء هذا اليوم، الذكرى 17 لإعدام طاغية العصر.